أكتر شيء بنفتقده بالحياة الزوجية بوقتنا الحالي الإصغاء القوي المتين، لغة الحوار، لغة العيون، وخاصة عند الرجال. تحتاج الزوجة منك إنك تسمعها بدون ما تكون مشغول بشيء، تطلع فيها، تحس بكلامها وأحياناً بوجعها، تشارك، تسأل، تعطي حلول ببعض الحالات، تحس بأنك أنت متواصل بكل ما فيك معه. صراحة صار نادر وجوده جدا هيك شخص، يعني اللي عنده هيك شخص تحافظ عليه، لأنه البعض عم يدفع ماله ليحصل على هيك شخص يسمعه ولمدة ساعة بس بهاي الطريقة. مع الأسف بهاي الأيام نادر وجود هيك شخص، يعني اللي عنده هيك شخص تحافظ عليه، لأنه في مين عم يدفع ماله ليحصل على وقت مع هيك شخص ولو ساعة يسمعوا فيها بهالطريقة. بس بعض النساء عندهم مشكلة بعدم اختيار الوقت المناسب أو مقاطعته لزوجها عن الكلام، أو عدم التركيز والانتباه بطريقة مماثلة لطريقة تركيزه وانتباهه معه. هذا الشيء بيخليه يا أما يعني ما يكون سعيد بالنقاش معه ويتهرب منه، يعني وما يكرر هذا النقاش بكل بساطة، لأنه سبب تفاقم المشاكل بين الزوجين هو عدم حل هاي المشكلة أو أي مشكلة بيكونوا فيها بهاي الطريقة، بجلسة حوار يتناقشوا فيها وتكون في عند كل شخص وجهة نظر وعم يقنع التاني فيه. بالنهاية أنه نسمع رأي الآخر جدا ضروري، وأنه نقنعه برأينا كمان مهم جدا، لأنه ممكن يكون هو الأصح. المهم أنه نختار اللي لمصلحتنا كزوجين، كل فترة بصير فيها مشكلة بعد حلها.